اهلا بيكم مع مصطلح جديد وهو كونفنشن. كونفنشن يعني اتفاقية. لو هنقسم الكلمة او نوصل للكلمة الاساسية للمصطلح وهي كونفنت، وكونفنت في معناها او سياقها الاساسي بمعنى دير او مكان للرهبنة، وده ان دل على شيء فبيدل على مدى قوة ما يتم الاتفاق عليه في الاتفاقية بين عدد من الدول. وحسب تعريف اتفاقية فيينا سنة 1969 قالت إن كلمة convention بتستخدم بشكل عام للدلالة على اتفاقية بين عدد من الأعضاء بشكل رسمي وتعدد الأطراف وخاضعة للتمثيل الدبلوماسي ومفتوحة لمشاركة المجتمع الدولي ككل بدون القيد بوقت محدد. وفي الحالة دي بيكون إن أدوات التفاوض محتكم فيها للمنظمات الدولية. وهنا نقدر ندي مثال لزي اتفاقية التراث العالمي اللي اتعمل في سنة 1972 عن طريق اليونسكو، وانتبه بعدها للمشاكل اللي واجهتها المواقع التراثية زي موقع أبو سمبل في مصر ومواقع تانية كتير بسبب أخطار الفيضان أو أخطار الحروب. ومضت على الاتفاقية ديت الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1973 لحد ما دخل فيها دول تانية كتير بتوالي السنين لحد سنة 2020 لما دخلت الصومال. وبكده بلغ عدد الدول اللي ماضية على اتفاقية التراث العالمي حوالي 194 دولة. وبرضو في اتفاقية التراث الحفاظ على التراث المعنوي اللي عملتها اليونسكو في سنة 2003 مضى عليها لغاية دلوقتي في سنة 2020 180 دولة. وده بيدل على شيء، ان لو في موقع بين، لو هنتكلم على فكرة الاختصام او ان هم يتفاوضوا مع بعض، فهو مثلا لو في موقع تراث عالمي موجود في حدود مشتركة بين دولتين وحصل مشكلة ما بين الدولتين دول على الموقع الحدودي ده، فلو ما قدروش ان هم يحلوا المشكلة من خلال المستشارين والتمثيلات الدبلوماسية في لجنة التراث العالمي بيتم الاحتكام للمحاكم الدولية. وده اللي حاصل مع الصراع القائم الثقافي ما بين أذربيجان وأرمينيا. أذربيجان مسجلة الدولمة كعنصر ثقافي تراث معنوي على قائمتها، واللي احنا بنسميه المحشي أو الملفوف في العالم العربي، فهم مسجلين على القائمة بتاعتهم. وأرمينيا عم رفع عليهم قضية في المحكمة الدولية بتتهمهم بأن هم سارقين هويتهم الثقافية. لو عايز تعرف أكتر عن تاريخ دول اشتراك الدول في قائمة التراث العالمي تقدر تشوف اللينكات في التوصيف، وبرضو حطيت لكم في التوصيف محاضرة عن تشريعات الدولية للحفاظ على التراث الثقافي. لو عجبك الفيديو دوس على اللايك والشير، ونتقابل المرة الجاية مع مصطلح جديد في التراث في الدقيقة.